بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية
لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا قَدِنَا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل
قيل له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.